مدار السبع سنوات الماضية كان الإعلام المقاوم جنبا إلى جنب مع رجال الجيش العربي السوري في حربه على الإرهاب، ولعب دورا فاعلا في إيصال رسالة وطنية بذل من أجلها الدماء ووضع كل إمكانياته في سبيل تحقيقها. ولأن الإخبارية السورية عملت على أن تكون الأولى في نقل الأخبار وحرصت على تقديم مادة مميزة للجمهور وقدمت الشهداء، كرمت على المنابر، وكان آخرها في مهرجان الإعلام الأول حكاية صمود، حيث حازت على 4 جوائز، وهم جائزة أفضل فيلم وثائقي لبهاء خير والذي حمل عنوان أبناء الدم. سبيلنا سبيلنا الجهاد الجهاد. أحب أن أصيب بدولة الإسلام في العراق والشام وأغادر معهم، لأنهم يحبون أن يقاتلون أدل المرتدين والكفراء. أهلك مبسوطين إنك تيجي هون؟ هن بيبعثوني غصب عني. الهدف من هذا المعسكر هو أن نغرس في قلوب هؤلاء الأشباب العقيدة الصحيحة ونربيهم على الشجاعة وحب الجهاد. بز معسكرين يرينو ذاتمز. جائزة أفضل تقرير حربي مناصفة لربيع ديبي. ما يسمع خلفي الآن هو رصاص واحتفالات رجال الجيش العربي السوري. جميع النقاط التي حاول الإرهابيون دخولها الآن هي تحت سيطرة رجال الجيش العربي السوري. هذا هو الجديد. دمشق صمدت بجيشها وبشعبها وبمواطنيها، وشارع فارس خوري الذي لم يغادر منه المواطنين رغم القذائف المتفجرة ورغم الرصاص ورغم القنص، بقيوا صامدين مع جيشهم. أفضل برنامج حواري رياضي ذهبت للكابتن مالك حمود عن برنامج باسكت بريك. مع انتهاء موسم النشاط لكرة السلة السورية بيسوى نعرف وين كنا وين نحن ولوين رايحين، والكلام مع الكبار ما بده انتظار، ولهيك خلينا نحاور ونتحدث ونستفيد من شيخ المدربين لكرة السلة السورية، الإنسان العتيق والمعطر، ابن البلد والمربي السلوي والمدرب الوطني، الكابتن راتب الشيخ نجيب. يعني أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك أستاذ مهندس. لوين رايحين؟ جائزة أفضل تقرير رياضي لمازن الهندي والذي تناول ديربي حلب. كلما رحبت بنا الروض قلنا حلب قصدنا وأنت السبيل. من عاصمة الرياضة السورية حلب تعود عجلة النشاط الكروي من خلال مباراة ديربي الشهباء بين الحرية والاتحاد، مباراة رسمية أولى تعود إلى المدينة بعد غياب 6 سنوات كاملة. مواد إعلامية طرحت تحكي قضايا وطن صامد شامخ يعلم العالم في كل يوم معنى الصمود.